وهذا ما حصل من يومها. الحب الأعمى يقوده الجنون. سؤال: هل الحب جنون أم الجنون هو الحب؟ هذه القصة ستفسر لك ذلك. هيا لنبدأ. كان في قديم الزمان، حيث لم يكن على الأرض بشر بعد، كانت الرذائل والفضائل تطوف العالم معا وتشعر بالملل الشديد. فذات يوم، وكحل لمشكلة الملل المستعصية، اقترح الإبداع لعبة وأسماها الاستغماية. أحب الجميع الفكرة وصرخ الجنون: أريد أن أبدأ. أنا من سيغمض عينيه ويبدأ العد، وأنتم عليكم مباشرة الاختفاء. ثم اتكأ بمرفقيه على شجرة وبدأ: 1، 2، 3 إلى آخره. وبدأت الفضائل والرذائل بالاختفاء. وجدت الرقة مكانا لنفسها فوق القمر، أخفت الخيانة نفسها في كومة زبالة، ودلف الولع بين الغيوم، ومضى الشوق إلى باطن الأرض. الكذب قال بصوت عالي: سأخفي نفسي تحت الحجارة. ثم توجه لقعر البحيرة، واستمر الجنون. 79، 81. خلال ذلك أتمت كل الفضائل والرذائل تخفيها، ما عدا الحب كعادته لم يكن صاحب قرار، وبالتالي لم يقرر أين يختفي. وهذا غير مفاجئ لأحد، فنحن نعلم كم هو صعب إخفاء الحب. تابع الجنون: 95، 97. وعندما وصل الجنون في تعداده إلى 100، قفز الحب وسط أجمة من الورد واختفى بداخلها. فتح الجنون عينه وبدأ البحث صائحا: أنا آت إليكم. كان الكسل أول من انكشف، لأنه لم يبذل أي جهد في إخفاء نفسه. ثم ظهرت الرقة المختفية في القمر، وبعدها خرج الكذب من قاع البحيرة مقطوع النفس، وأشار على الشوق أن يرجع من باطن الأرض. وجدهم الجنون جميعا واحدا بعد الآخر، ما عدا الحب. كاد يصاب بالإحباط واليأس في بحثه عن الحب، حين اقترب منه الحسد وهمس في أذنه إن الحب مختفي في شجرة الورد. فالتقط الجنون شوكة خشبية أشبه بالرمح، وبدأ في طعن شجيرة الورد بشكل طائش، ولم يتوقف إلا عندما سمع صوت بكاء يمزق القلوب. ظهر الحب وهو يحجب عينيه بيده، والدم يقطر من بين أصابعه. فصاح الجنون نادبا: يا إلهي، ماذا فعلت؟ ماذا أفعل كي أصلح غلطتي بعد أن أفقدتك البصر؟ أجابه الحب: لن تستطيع إعادة النظر لي، لكن لا زال هناك ما تستطيع فعله لأجلي، كن دليلي. وهذا ما حصل من يومها. الحب الأعمى يقوده الجنون. وفي النهاية أصدقائي، أتمنى أن تكون هذه القصة قد نالت إعجابكم. أيضا لا تنسوا إعطاءنا آراءكم في التعليقات، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.